السلام عليكم متابعين فيديو جديد. فيديو اللي غادي نهضروا على الفروض ترونزيست. كما كتشوف اللي عنده هاد الديفو هذا يحاول يرد البال مع هاد الديفو هذا. هادي فورد ترانزيست 2016 كما كتشوفوا جايبه الموتور 2 لتر 2.2. عندنا هاد القرعه ديال الماء كيخرج من هنا، لا كومبريسور ديال الاحتراق كيخرج من القرعه، يعني الكوليكتور ديال لي شابمو بحال اللي تقول خارج من القرعه. هذا الاغلبيه ديال الناس كيقولوا بانه جوان كيلاص وكيمشي كيحل الموتور وكيحل وما كيلقاش، كيلقى كيلاص مزيان، جوان كيلاص مزيان، كلشي مزيان. هنا عندنا حنايا مشكل فين كاين. كما كتشوفوا هذه فريجيره اللي جايه من الشاكمه، كما كتشوفوا غنصور لكم مزيان ونوضح لكم، نزيد نوضح لكم مزيان. كما كتشوفوا هذه البلاصه اللي كيقطر منها الماء، هذا لوجير، هذا هو اللي كيدير ريسيكلاج للهواء السخونه، كيشد ليش ديك الهواء ديال لي شابمو كيولي ردها للموتور، يعني كيدخل الهواء سخونه للموتور. هذا هو، هذه هي الفريجيره اللي كنهضر لكم عليها، هذا لوجير. وهذه اللي غادي نعت لكم عليها بيدي هي الفريجيره ديال لي شابمو، يعني كتجيب الهواء السخونه وكتعطيها للوجير، لوجير كيولي يعاودها. هنا عندنا مشكل كما كتشوفوا، عندنا مشكل ديالها هو ان هي مطرطقه. شد ليك هذا، عندنا هذه هي البياسه اللي دايره لنا المشكل كما كتشوفوا، هي هذه كيدوز فيها الماء، كيدوز من هنايا الماء. هذا لي شابمو وغادي نشرح لكم الماء، هذا لما كيدوز من الموتور وهذا كيمشي للشوفاج. هذه ملي كترطق هذه البياسه هذه كيولي يخرج من هنا، كيدخل الهواء السخونه كما كتشوفوا. هذه لي شابمو ملي كترطق يعني كيتخلط الريح ديال لي شابمو كيتخلط مع الماء ديال الرادياتور، كيولي يعطينا ديك لافابور اللي كتخرج في القرعه ديال الماء، هي اللي كدير لنا هذا المشكل. حاول ترد لك البال الا لقيتي القرعه ديالك فيها هذا المشكل هذا، حاول ترد البال لهذه الفريجير هذه. انا غادي نشرح لكم كيفاش راكبه ونوريكم الطريقه ديال السياده. هذا هما التيوت، حنا كاينين جوج ديال التيوت غنسيوهم حنايا باش نوريكم بان انا الا بقبقت، يعني الا بقبقات عندنا مشكل ديالها، هاي كتبقبق ما يمكنش. حنا كندوزو تيويات كيدوزو لنا الماء، ما كيدوزو لنا لي شابمو. ها هما كيما كتشوفوا جوج تيويات، واحد خنقنا واحد كندوزو فيه الريح، وهاد اللي كتبقبق هي اللي كتكون ديال لي شابمو، هادي باش عرفنا بانه ميتة. هنا هذا هو الهواء السخونه، هنا كتكون الشاكمه كدوز من هنايا كتدخلنا الهواء السخونه، لوجير كيولي يدير لها ريسيكلاج، وهذا كيدوز الكوليكتور ديال لادميسيون. انا حاولت نبسط لكم شي شويه، هذا هو اللي كيدوز الكوليكتور ديال لادميسيون. حنا عندنا فين عندنا المشكل هو هنا، هنا كتدخل الماء كيدخل من هنا وكيبرد كيولي يدور عاوتاني ويولي يخرج للشوفاج، باش عاوتاني كيخرج عاوتاني ويولي يرجع للرادياتور. هنا عندنا مشكل ديال هذا الفريجير هذه، حاول ترد لها البال وحاول تبدلها الا كان عندك هذا المشكل.